الفنانة هدى رمزي هي ممثلة مصرية، اتولدت يوم 10 نوفمبر سنة 1958 بمصر، واتخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتلفزيون، ودخلت مجال التمثيل في سن صغير عن طريق والدها المخرج حسن رمزي، وامتدت مسيرتها الفنية حوالي 19 سنة، وقدمت خلالها كتير من الأعمال الفنية الناجحة، وقررت الابتعاد عن التمثيل وارتداء الحجاب، لكنها ظهرت مؤخرا وخلعت الحجاب. أما عن حياتها الشخصية فهدى رمزي اتجوزت 6 مرات، المرة الأولى من الفنان حمدي حافظ، والمرة الثانية من رجل الأعمال طه غانم، وأنجبت منه ابنها الوحيد محمد، والمرة الثالثة من المحامي سمير عيسى، والمرة الرابعة من رجل الأعمال مصطفى البليدي، والمرة الخامسة من شخص اسمه محمد عيسى، والمرة السادسة والأخيرة من لاعب النادي الأهلي السابق شريف عبد المنعم. لو بتحب الفنانة هدى رمزي اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس.